بسم الله الرحمن الرحيم. إلى طلاب الصف السادس الإعدادي العلمي والأدبي، هذا موضوع عن استخدام المكتبة using the library lesson 10 الدرس العاشر صفحة 71 71، يعني هاي الوحدة السابعة. هذه أسئلة وأجوبة أعديت هاني على مودكم موضوع المكتبة، وهاي الأسئلة مهمة بالامتحان الوزاري. أبدي أقراها والحل مالتها واضح ومترجمة أيضا. Number one: Why do people who are looking for the right career need to go to the library؟ لماذا؟ هذا الترجمة مالتها: لماذا يحتاج الأشخاص الذين يبحثون عن المهنة المناسبة للذهاب للمكتبة؟ الناس ليش تروح للمكتبة تبحث عن المهنة؟ نعم، السبب هو because the library، لأن المكتبة has a range يعني واسع، information معلومات واسعة تصير، which can help them تساعد الناس، يعني help the people choose the right career، يعني تختار المهنة المناسبة. سؤال نقطة ثانية: What's there in the library that can help career seekers؟ ماذا يوجد في المكتبة يساعد الباحثين عن المهن؟ يعني شنو الموجود هذا الموجود بالمكتبة راح يساعد الناس اللي يبحثون عن مهنة؟ الجواب: There is a whole section of books. السكشن يعني قسم، جزء يعني مكان توضع فيه الكتب. سكشن هذا مقصود به about different careers، عن مهن مختلفة. And also وأيضا there is a daily newspapers، جرائد يومية. And magazines ومجلات، نعم، وهاي المجلات قسم خاص آخر للمجلات، which can help you to find job seekers، jobs offers. يعني هاي الترجمة بعد واضحة، انتو تقروها وتقدرون تفهمون الجملة بكل بساطة. وهذا السؤال او النقطة الثالثة مهمة ايضا جدا، تركزون عليها بالامتحان الوزاري، الطلاب اللي راح يمتحنون ان شاء الله. Why are new jobs appearing all the time؟ يعني لماذا تظهر وظائف جديدة طوال الوقت؟ يعني كل وقت وتظهر بوظيفة جديدة، ما كانت هاي الوظيفة موجودة، ليش؟ هي طبعا بسبب التكنولوجيا، كل ما تتطور التكنولوجيا ها تريد مهنة وياها. هذا السبب وهذا الجواب مالتها: because of the new technology، بسبب التكنولوجيا الجديدة. New jobs، المهن، are appearing all the time. يعني طالب اللي يقدر يناي هذا، بس هو هذا الجواب، يحفظ هاي ويكفي. وهاي ترجمتها ايضا: بسبب التكنولوجيا تظهر وظائف جديدة طول الوقت. رابعا: what has the writer learned from the library؟ الفعل learn يتعلم، والتصريف الثالث learned، ماذا تعلم الكاتب يعني الشخص هذا جاي يروح للمكتبة او هو مؤلف هاي القصة خلينا نقول عليها وهاي المعلومات، ايش تعلم من المكتبة؟ ماذا تعلمه الكاتب من المكتبة؟ الجواب هو هذا الجواب، ولو شوية طويل بس انا مغطى على المعلومة بالكامل، يعني اللي يحفظه يجيب درجة كاملة. He has learned، تعلم a lot about how important body language is in interview. هذا أول شيء، يعني تعلم الكاتب نعم
لغة الجسد المهمة في المقابلة. يعني إذا واحد يريد يقابل يتعلم يعني لغة الجسد، يعني كيف يجلس، كيف يتكلم، كيف يتحرك، هذا معناته. نعم. وبعد وياها how to look business like and how to write a good CV. هاي CV to يعني السيرة الذاتية. هاي الجواب والترجمة مالها بالكامل. لقد تعلم الكثير عن مدى أهمية لغة الجسد مثل ما قلت لكم في المقابلة الشخصية، يعني بالمقابلة، وكيف تبدو الأعمال. نعم. وكيف تبدو الأعمال، وكيف كتابة السيرة الذاتية. لأن التعلم هنا ومن راح للمكتبة يعني تعلم لغة الجسد، هاي واحد، وبالمقابلة وكيف تبدو الأعمال، هاي الأعمال شلون يعني شلون تصير بزنس لوك لايك، وتعلم شلون يكتب السيرة الذاتية how to write a good CV to. هذا هني المطلوبات منك. نمبر فايف، هذا نمبر فايف يقول if you need to learn a new thing، إذا أنت تريد أن تتعلم شيئا جديدا or take etc qualifications أو تأخذ مؤهلات. نعم، مؤهلات. شنو مؤهلات؟ يعني تتعلم، تأخذ يعني خبرة أكثر، تأخذ شهادة بمجال معين، هاي المؤهلات. How can you get information؟ كيف باستطاعتك الحصول على المعلومات about classes at the library؟ يعني الكلاسز يعني يقصد بها هنايا الدروس، يعني الدروس، الاختبارات، الكلاسز هاي. اذا الترجمة مالتها، هاي الترجمة مالتها واضحة، هي اذا كنت بحاجة الى باوة، اذا كنت بحاجة الى تتعلم الى ان تتعلم شيء جديد للحصول على مؤهلات اضافية، كيف يمكنك الحصول على معلومات من الدروس في المكتبة. الجواب هو يقول there are schools and college catalogs، يعني كتالوجات، هاي البطايق الموجودة بالمكتبة، and there are evening and summer classes، وهنالك دروس صيفية مسائية. وموجودة هاي الكتالوجات، يعني انت من تطلع كتاب، ها، موجودة المدارس، وموجودة المدارس والكتالوجات and catalog، هذه there are schools and colleges catalogs، يعني كتالوجات للمدرسة والكليات. زين، هذه حتى تطلعها وتقرأ عنها، طلع الكتاب اللي يخص هذا من المكتبة بالكتالوج مكتوب وطلعه. and there are، يعني هاي عرفت، بعد دروس صيفية صيفية بالمساء. هذا الترجمة مالتها واضحة أيضا، هاي الترجمة. يقول توجد مدارس وكتالوجات كلية، وهنالك فصول دراسية مسائية صيفية، يعني دورات. فصول دراسية يعني درسون الفصل الدراسي، مثلا ياخذ هم عندهم ساعات 28 ساعة هيك، يشوف يقسمون على اليوم كل يوم ساعتين لاخره لما يكمل هذا الفصل الدراسي. السؤال رقم 6 ايضا سؤال مهم، كيف تساعدك المكتبة في تحسين لغتك الانجليزية؟ How can the library help you improve your English؟ كيف باستطاعات المكتبة ان تساعدك على ان تحسن، improve يعني يحسن، والمرادف مال improve enhance، هذه شلون المكتبة يعني تخليك تتعلم انجليزي زين؟ الجواب هو in addition to information about classes، هذه يعني يقول بالإضافة إلى المعلومات عن الكلاسز، عن الدروس، هنالك يعني إضافة لهذا هنالك كتب أو مواد أخرى باللغة الإنجليزية، يعني there are other materials like books، مثل الكتب. يعني هسه عن أكو دروس الكلاسز
واكو كتب وبعد فارزة DVDs with language learning، يعني هاي الديفيديات هذه خلاص ديفيدي مش بيها هاي عن تعلم اللغة games learning games الألعاب من خلال الألعاب and exercises وتدريبات تمارين and also information وهنالك معلومات about language test عن الاختبارات اللغة and practice books وكتب لتدرب بها على اللغة. وهاي الترجمة مالتها الموجودة تقدر تقراها وتستفاد من هاي النقطة، ايضا نقطة مهمة جدا. النقطة الاخيرة اللي هي حقيقة انا اخترت هاي السبعة جمل اللي هي جمل مهمة بالنسبة لكم للامتحان، تفيد الطلاب اللي يردون يطلعون درجات عالية يدورون طبية يدورون هندسة إلى آخره. لاحظ in the library في المكتبة you can learn how to apply for a job. زين بالمكتبة تتعلم شلون تتقدم طلب على وظيفة. بعد and get information about companies وبعدين اكو شركات تقدر شركات معروفة هاي تقدر تحصل على من معلومات عن هاي الشركات، ايضا اكو كتب تخص هاي الشركات where they are وهاي الشركات بيا مكان what they do عمل هاي الشركات شنو واخر and how big they are وكيف تكون هذه يعني كبر او سعة هذه الشركة. وهاي ترجمته أمامها ذني التمارين هذه الأسئلة وجبة مهمة جدا. وأكو أخرى أيضا أعديناها لكم حتى أخاف ذني كما يكفن باوع ذني ثلاث جمل أخرى ثلاث جمل. الجملة الأولية Why does the writer need to improve his language, his English language? لماذا يحتاج الكاتب إلى تحسين لغته الإنجليزية؟ الجواب هو the writer needs to improve his language, his English language, because he'd like a job which involved traveling. يعني هاي الترجمة مالتي تقول يحتاج الكاتب إلى تحسين لغته الإنجليزية لأنه يجب لأنه يحب العمل الذي ينطو على السفر. شوف هنا هو أنت سبب أي واحد يعني يريد يقوي اللغة مالته ويقوم يحكي مثل الإنجليز ليش؟ أكيد براسه بس فكرة يعني يريد يطلع مثلا للخارج. فهذا هنا يقول لأنه هو يريد يلقي مهنة تخص السفر، يعني هذا حتى تسهل عليه العملية يحكي إلى جانب. نعم ثانيا How is the daily section of newspapers and magazines in a library useful. احنا عرفنا انه المكتبة بيها section هذا شنو قسم خاص مكان خاص للنيوزبيبرز للجرائد وبعد والمجلات. يقول هذا القسم نعم اليومي How is the daily section القسم اليومي اللي توضع به الجرائد والمجلات شلون يكون مفيد. وهاي الترجمة انت بعد يمك تشوفها. الجواب هو we can look through them look through يعني يمكن أن ننظر من خلاله يعني نفهم من خلالهم يعني من them هاي المن للنيوزبيبرز وللمجازين من خلال المجلات والجرائد نستطيع أن نجد مهنة to find job offers يعني معروضة هاي بالجرائد مو يسوون إعلان يعرضون به عن وظائف عن وظائف يعني من خلال الجريدة احنا نلقي عادين هذا العرض ونقرأه ونقدم عليه because لأنه
it is good to know what jobs are available. طبعا ونعرف يا مهنة available يعني متوفرة موجودة. نعم هاي الترجمة مالتها تقدرون تقرونها أيضا بكل سهولة واضحة جدا. Number three, what does the whole section of books about different careers in a library describe? يعني هذا القسم قسم اللي تحفظ به الكتب يقصد، هذا يعني خلينا نقول وين موجود الكتب، هذا قسم الكتب، ذا قسم المجلات والجرائد، هسه قسم الكتب. يقول what does the whole section، whole يعني جميع او كله بالكامل، about different careers، عن المهن المختلفة، ان على library describe، ماذا يصف القسم الكامل من الكتب حول الوظائف المختلفة في المكتبة، شلون يوصفها الوصف شلون يصير. نعم خلينا نشوف انه الديسكرايبز هذا القسم مال الكتب يصف the various jobs المهن various يعني متنوع various jobs المهن المتنوعة and tell us ويخبرنا what skills اي مهارة او or qualifications او مؤهلات we need to do them. يعني نوضحها بعد اكثر. بالمكتبة اكو قسم خاص بالكتب وهاي الكتب تحكي عن الوظائف، وبعدين من تحكي عن الوظيفة توصف لك هاي الوظيفة شو تريد من مؤهلات، يعني شنو الشهادة اللي تقبلك مثلا، ومثلا اكو اقسام اخرى مثلا تدور مهارات نجارة حدادة جا تعرف شلون شهادته شنو شهادته مثل إعدادية كلية إلى آخره، وبعدين أكو وظائف أخرى من هالنوع. يعني الترتيب هذا نجي على وهذا الترجمة مالتها أمامه. أدي سويت صح وخطأ، صح وخطأ هذا أكو تمرين بالكتاب الصح وخطأ، وأكو تمرين لا أنا سويته عن الصح وخطأ باوعني هنايا. رايت اكتب true or false، اكتب صح لو خطأ هاي الجملة. when the writer was working in a bank، يعني يقول هذا الرايتر من كان يشتغل بالمصرف البنك، he gave people information about traveling، يعني انطى الناس معلومة عن السفر، هو وين هو ما راح اصلا، ايش جاب المصرف، ما له علاقة هاي الكلمة، ذن هي مبينة الجواب مالها بعد هذا خطأ، وقالك true or false الجواب مالها خطأ، وباوعن تهايان مجاوبن هناية باوعن هاي الجواب. تيجي على ثاني جملة، the writer decided to look for، look for يعني يبحث عن، الكاتب قرر أن يبحث عن مهنة جديدة a new job because he failed، أنه فشل in his working for the bank، يا مصرف ما موجود هذا الحكي بالقطعة. إذن هاي الجملة أيضا false، true or false أم false. تعالي على الجملة رقم ثلاثة، خلينا نقرأها أيضا ونترجمها إضافة للترجمة مالتها. يقول the writer found، وجد الكاتب أو عثر على كتب، found books about different careers in the library. نعم الكاتب هذا وجد، نعم عثر الكاتب على كتب عن وظائف، كتب عن وظائف مختلفة في المكتبة. طبعا هذا الشيء موجود، الكتب تخص الوظائف تحكي عنها تنطيك معلومات عنها، فهاي جملة صحيحة نمبر فور يعني true. The writer has learned a lot about how body language is important in the انترفيو. هترجم لك اياها، يقول لك الكاتب تعلم عن الكثير عن لغة الجسد واهميتها بالمقابلات. صح هذا الشيء موجود، اكو بالمكتبات، هاي المكتبة اجزاء تعلمك شلون تدخل يعني كتاب عن المقابلات، مشان حيلك
بلغة الجسم هيك اقعد هيك تحرك هيك احكي الى اخره هيك اشر. نعم الترتيبات هاي موجودة صحيحة هذه الجملة. اذا الرابعة ترو. خامسا the writer could get information, باستطاعة الكاتب الحصول على المعلومات. information يعني معلومات. about evening and summer classes from the library. تذكرون هذا شرحناه يعني اكو هيك حكي. اذا true or false, لقد تعلم الكاتب الكثير عن كيفية أهمية لغة ال نعم the writer could get information about evening and summer classes نعم from the library. الجواب هو false. نعم عندك هناية لقد تعلم الكاتب الكثير عن كيفية أهمية لغة. لا هذا ما مو هذا اللي هاي مو إلها هاي مكررة هذه هاي مكررة الترجمة مالتها. نتأكد من عدها نكمل هذا التمرين. Complete the following sentences. اكمل الجمل الآتية. The writer would like a job which involved يعني يود الكاتب الحصول على وظيفة تنطوى على فراغ. which involved يعني تنطوى على فراغ. طبعا هنا احنا بالترجمة ذاكرنا على السفر فالجواب لازم يصير traveling وهذا الجواب مالتها موجود هذا traveling هاي الكلمة السفر. ثانيا number two the library has a range of information for people who يعني يقول المكتبة تحتوي على معلومات واسعة للناس الذين شنو are looking for a new career. ثانيا هاي تقدرون تكتبون هذا بالفراغ are looking for يبحثون عن وظيفة مناسبة. ثالثا in the library the writer has learned a lot about how important the body language. نعم the body language هذا الجواب مع الثالثة body language to write a good الجواب هذا الجواب to write a good CV يعني هذا السيرة الذاتية. الجملة رقم أربعة if you want to improve your language إذا أنت تريد أن تطور لغتك تحسن لغتك the library has books in English المكتبة تمتلك كتب باللغة الإنجليزية and also lets you borrow وتسمح لك أن تستعير تستعير DVDs طبعا تستعير DVDs DVDs with language learning games language learning games ألعاب تعلم اللغة بهاي السي دي وبعد and exercises وتمارين تدريب يعني هذه المعلومات معلومات قيمة معلومات مهمة أتمنى أنه أنتوا تستفادون من هذا الدرس وهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مهم الدرس ركزونا عليه وإن شاء الله بالتوفيق للجميع يا رب.